من أقصى المدينة رجل يسعى. في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة. هناك موقف الرجل الذي أنقذ حياة الكريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام على سائر المرسلين. لكن هنا جه وجاء من أقصى، قدم المكان على الرجل. في القصص قدم الرجل على الرجل، فأنت يخيل لك أن النظم واحد واللفظ مختلف، لا المعنى مختلف أيضا، لأن الرجل كان أعرج اللي هو حبيب النجار الله، وهو شبيه بعروة بن مسعود الثقفي. أيوة الثقفي. شوف هاي الآية، وجاء من أقصى المدينة، يقول لك نزلت في حبيب النجار. أيوة منطقة. نعم أنطاكيا. أيوة ما من أنطاكيا. أنتم من أي مدينة في تركيا؟ نحن من ساكنين بالريحانية تابع أنطاكيا. ليش سألت؟ الله في أنطاليا وكثير أنطاكيا. وكان راعي عبد صالح حبيب النجار. من لا كان، ما أقول لك هو ليه جالهم، لأن ابنه أيوة كان عمي وأبرص، فهم مسحوا عليه فطاب. شوفي أيوة، فقالوا له نحن لا نحن لا نشفي، إنما الشافي هو الله. الله. فإن تؤمن بالله على الجنة. كم هو آمن فشفوه فبرأ. فجئ لهم يا قوم بسبب قبوله للإيمان يا مولانا. أيوة. نعم. اتبعوا المرسلين. اتبعوا يعني لا تختلفوا عليه. الله. فالاتباع لا تجادلوا ولا أيوة. تعارضوا ولا تعترضوا. اتبع يعني مشى وراه. وراه على طول. لكن اتبع مشى امامه. الله. وقال واتبع عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. والاتباع يعني يا مولانا فيها تسليم يا مولانا. ماشي، ما احنا لسه الشيطان والسلام وين مشى خلفه، يعني هو صار استاذ للشيطان. وكل امرأة من جند ابليس حكمة فارتقى بها الحال حتى صار ابليس من جنده. بس ورجع يفسر. فهذا الفرق بين اتبع واتبع. اتبع مشى امامه، واتبع مشى خلفه او بحذائه. اتبعوا المرسلين يعني لا تختلفوا عليهم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ده بدل اشتمال. أي بدل اشتمال. اتبعوا الثانية بدل من الأولى. زي إيه؟ زي قول سيدنا هود. أنت بك تبرع للشعب السوري. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام. سيدي. أمدكم الثانية. شباب. وعفوا استاذ زهير ابو مجدي.